اليوم في لقاء صعب وصعب جدا في قمة الجولة الثامنة لبطولة القسم الوطني الأول. الاتحاد يلعب من أجل التأكيد، تأكيد النتائج الإيجابية المسجلة لحد الآن، 4 انتصارات في بطولة القسم الوطني الأول، بينما فريق مرودية الجزائر يلعب من أجل الفوز أو على الأقل من أجل تفادي هزيمة أخرى هنا في ملعب 5 جويلية. الحوار سيكون ساخنا جدا. أنصار الفريقين حاضرين هنا بملعب 5 جويلية. على يساري أنصار مرودية الجزائر يهتفون ويشجعون ويؤازرون الفريق في السراء والضراء، وعلى يميني أنصار فريق اتحاد الجزائر الذين يشجعون ويهتفون هم كذلك، لأن اتحاد الجزائر موجود بصحة جيدة. أقول مراد، معطيات هذه المقابلة التي نعرفها نظريا ربما ستتغير فوق الميدان، المهم ننتظر 90 دقيقة من أجل أن نتأكد كيف ستكون هذه المقابلة، لمن ستؤول نتيجة هذه المقابلة. كل شيء ممكن في هذه المواجهة الساخنة المرتقبة بين الجارين المولودية واتحاد الجزائر. جمال، نعم، وننتظر توافد عدد أكثر من مناصري الفريقين كما يبين محمد بلعيد في هذه الصور الملتقطة من طرف التقنيين للحافلات في C7. قلت ننتظر يا مراد توافد عدد كبير أكثر من ما هو موجود اليوم هنا بمدرجات 5 جويليات بمناسبة هذا الدربي العاصمي لحساب الجولة الثامنة من عمق بطولة القسم الأول لكرة القدم بين مولودية الجزائر ليستقبل اليوم اتحاد العاصمة في مباراة. يا جمال، المعطيات ذكرتها تخلينا ربما راح نعيش مباراة ساخنة، مباراة تطبعها الإثارة والحماس سواء في المدرجات كما نتابع في هذه الصور الجميلة لأنصار الفارقين وما يصنعه في مدرجات 5 جويلية أو في فوق أرضية الميدان بين فريقان يعرفان بعضهما أحسن المعرفة. طيب، جمهور غفير منتظر في هذه المواجهة، طبعا ربما سيصل إلى 60 أو 70 ألف متفرج كما عودتنا هذه المواجهات، خاصة بين الجارين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر. كل شيء ممكن في هذه المواجهة، المهم أن نشاهد مباراة في القمة من حيث العروض، من حيث الأداء، ومن حيث النتيجة، حتى هكذا يخرج الجمهور راضيا ويكون المستوى المقدم بمستوى سمعة اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر. فعلا جمال، على كل رايح يكون تنسيق بيننا بين الاستديو مع يزيد بلكوت مخرج هذه الحصه وكذلك مع محمد بلعيد. يلعب اساسي في مكان قاعد في كرسي الاحتياط، وربما زميلي جمال مع الضوء على ما اظن. يا جمال، فعلا محمد معي فضيل طوب، فضيل من فضلك، كان عنصر مهم في هذه المقابله في هذه المعادله. اتحاد الجزائر موجود في المرتبة الأولى، مولودية الجزائر موجود في المرتبة الأخيرة، هل هذا كافي باش نحددوا اليوم النتيجة تاع المقابلة هذه؟ لا، احنا نحددوا المرتبة الأخيرة، والاسم جيرام الفرومي، كيما نقول لك احنا كاين ترانا المورال تاعنا راه مليح باسكو جبنا دو ريزلت هذيك ستاديون مليح، نعاونوا على الغاشي هذا إن شاء الله ربي يجيبهم إن شاء الله، كيما نقول لك يعاونونا 90 دقيقة والباقي علينا في التيران. ولكن المقابلة تبدو صعبة جدا. بيان سور المقابلة صعبة منذ اسبوع، هي صعبه ماشي اليوم، هي صعبه المقابله، عندها ثمانيه ملي بدات، وان شاء الله كما يقول لك نتمنى يرجع الفوز لينا ونفرحوا هذا الجمهور هذا اللي عنده بزاف ويتسنى. من الناحيه النفسيه يعني خاصه الضغط. صح، الضغط تاع المقابله اللي ماتش ديربي عندهم طابع خاص، وكما يقول لك حنايا انا في الموا هذا هو الدوزيام ديربي ديالي، 12 ديربي لعبته، وان شاء الله عندي ليكسبيرونس هذا ديربي، وبوركوا با نكون انا هو السبب باش نربحوا اليوم ان شاء الله. شكرا. المباراة يا فضيل ذوب بدأت نقدر نقول اسم عن برنامج مباريات القسم الوطني الأول، إذا معطيات المباراة اليوم ربما تختلف عن سابقتها خاصة في السنوات القليلة الماضية. فريق كما أشرت ليه جمال، بين فريق يحتل ريادة الترتيب بمفرده لا وهو اتحاد العاصمة ليدخل لعبيه في هذه الآونة أرضية الميدان، قلت بالتشكيلة كاملة ما عدا غياب قالول اللي موجود في كرسي الاحتياط ودخول حاج عدلان النص الأهداف
في خط هجوم اتحاد العاصمة، يدخل كلاعب أساسي اللي دخلوا اليوم المدرب نور الدين سعدي. قلت مع فريق يحتل المرتبة الأولى بمفرده ب 14 نقطة، وفريق يحتل المرتبة ما قبل الأخيرة مولودية الجزائر بثلاث نقاط. مولودية الجزائر اليوم راح ربما تكون مباراة صعبة بالنسبة للفريقين، مولودية الجزائر اللي يبحث عن أول انتصار منذ بداية الموسم، إن لم نقل منذ تقريبا سنة كاملة. آخر انتصار لمولودية الجزائر كان يوم بالضبط 18 نوفمبر من السنة الماضية هنا فوق أرضية ملعب 5 جويلية أمام مولودية وهران. وهذه المباراة هامة وهامة جدا بالنسبة للفريقين، فريق يريد تأكيد التحسن تاعو المستمر في الأسابيع الأخيرة. اتحاد العاصمة العائد بقوة بعد بداية موسم نقدر نقول عليه محتشم في الأسابيع الأربعة الأخيرة، ومنذ مجيء المدرب نور الدين سعدي على رأس الفريق منذ الجولة الثالثة بالضبط اتعرف اتحاد العاصمة تحسن كبير. ثلاث انتصارات متتالية، 12 نقطة، يحتل المرتبة الأولى ب 14 نقطة. يريد من خلال هذه المواجهة الدربية العاصمي أن يؤكد التحسن تاعو وأن يبقى محتفظا بريادة الترتيب، بينما مولودية الجزائر راح يبحث كل الوسائل للظفر بثلاث نقاط المباراة وتسجيل أول فوز له في هذا الموسم أمام اتحاد العاصمة. جمال دائما على خط التماس مع جحنين، استمع إليك. بون هذا التماس دربي وحنا رانا محضرين هذه المقابلة، بون إن شاء الله يكون الماتش تسكول رياضية والميركيكا إن شاء الله. طيب المقابلة بدأت يعني من حيث الإطارة، من حيث الناحية النفسية، الضغط راهو عليكم شوية ماهوش كبير الضغط؟ الضغط دوكا هما اللي ريسيفيهم بون الضغط راهو عليهم، وحنا رانا نديبونديو الماتش تاعنا هذا، رانا برومي باش نكملوا المسيرة تاعنا لي ماتش الاخرين، نخدموا على لي ماتش الاخرين ان شاء الله. بيان سور. بين الجارين ومع كيما يقولوا الناس قاعد يتسنى فيه. داير كاع لاجيري ماشي لي ماشي في السونتر هنا، لاجيري قاعد يتسنى فيه. وحنا رانا محضرين ان شاء الله كيما قلت لك الميركيكا ان شاء الله. محمد. الكرة والتشكيلة بالنسبة للفريقين. إذا مع تشكيلة اتحاد العاصمة اليوم مراد ليلعب بالتشكيلة الأتية، مزاير في حراسة المرمى، حمدود، جحنين، حمداني، دغماني، مفتاح، حاج عدلان رقم سبعة، زيري، بلال في وسط الميدان، معوش، غازي، عميرات. هذه التشكيلة الأساسية اللي تدخل أرضية الميدان، بينما كرسي الاحتياط يتكون من دالو، العشيو، عباشة، بازوز، ياسف، ويشاوي، صلاح الدين حارس ثاني يدرب الفريق، صلاح او نور الدين سعدي، صلاح الدين هو الحارس الثاني لاتحاد العاصمه. مولوديه الجزائر يلعب والاخر بالتشكيله الاساسيه، عبد النوري في حراسه المرمى، سلطني، شيخ بن زرقه، ابو عصيده، العزيزي، سلمون، ضوب، بن علي، وحيد، لونيسي قائد الفريق، قاسي سعيد رقم 11. كرسي الاحتياط يتكون من بن حملات، بوراس، فكيد، العربي، بو عمران، واقنوني، مساس، والحارس الثاني للزوم يدرب الفريق البلجيكي رونكا، بينما ثلاثي التحكيم هذه المباراة الدربي العاصمي. ثلاثي التحكيم يتكون من السادة لاكارن كحكم رئيسي لهذه المباراة بمساعدة السيدين بن خالد وبالفكرون حاج الله حكم رابع في هذه الآونة. كما تشاهدون مشاهدي قناتنا مباشرة من ملعب 5 جوليا معكم مع الدربي العاصمي بين مولودية الجزائر اللي يستقبل اليوم اتحاد العاصمة لحساب الجولة الثامنة بعمر البطولة الوطنية. القسم الأول اللاعبين والحكام يدخلون أرضية الميدان محمد. جمهور غفير جدا هنا بمدرجات 5 جوليا محمد. أنصار الفريقين. نعود بعد الفصل الإشهاد. هذا البرنامج يقدم لكم برعاية بيبسي. مرحبا من جديد سيد
سادتي مشاهدي قناتنا، مرحبا بالسيد بوعلام شارف المحلل اليوم في حصة مباشرة من الملاعب رفقة زميلي مراد بوطاجين، وكذلك محمد جمال موجود على التماس، ربما فيه أحد المسيرين. يا جمال مانيش نشوف مليح، خليني أشوف يا محمد. أنا معي محمد، تسمعوني؟ تفضل تفضل جمال. معي مجيد ودينا مدرب المساعد لمولودية الجزائر في مواجهة صعبة جدا. مجيد، قل لي بصراحة وشنو هي مدى ركزتهم، وشنو هي الحوايج اللي ركزتوا عليهم قبل هذه المواجهة؟ المقابلة حتكون في القمة، وليكن الفريق اللي يكون مهدي أعصابه أظن بلي راح يفوز. يعني أنت ركز على الناحية النفسية. إيه شوف هذيك اللي حضرناها. طيب وشنو هي آخر التعليمات نتاعك الآن يعني للاعبين؟ حاجة قلنا لهم لعبوا لازون لازون تاعهم ويكونوا واعيين على كل حاجة ويهدوا أعصابهم، سيرتو ماشي دي تيك تريك، وإن شاء الله نفوزوا بالمقابلة. شكرا. كل واعي إذن بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، سواء من جانب اللاعبين أو من جانب الطاقم الفني. كنا حضرنا منذ قليل فقط لدقيقة صمت ترحما على أحد المسيرين القدامى في فريق مولودية الجزائر. قلت إذن كل واحد من اللاعبين أو الطاقم الفني واعي بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المباراة المحلية الدربي العاصمي المرتقب والمنتظر منذ أسابيع لحساب الجولة الثامنة من بطولة القسم الوطني الأول لكرة القدم. تشكيلتين فوق أرضية الميدان بثلاثي تحكيم المتكون من لاكان بن خالد بن فكرون أنصار، عدد كبير من الأنصار لهذه المباراة. قلت اللي رايحة تكون ربما يطمحها الإثارة والحماس. وجمال مع المدرب نور الدين سعدي. طيب سي نور الدين سعدي مرحبا. حضورك إلى اتحاد الجزائر أعطى نفس جديد للفريق، 4 انتصارات اليوم في قمة الجولة الثامنة في ديربي عاصمي، واش راك في هذه المواجهة؟ مواجهة كما شفتم يعني احنا تمنينا تجري في روح رياضية، لهذا المسؤولين تاع الفرق الاثنين واتحاد كرة القدم ولا الجي بي اف استدعانا صباح باش يقولوا لازم تهدوا شوية الأمور وتبينوا للجمهور باللي هذه كرة القدم ما هي إلا رياضة، ونحاولوا يعني نديروا مباراة مليحة من طرفين إن شاء الله ترضي الجميع، وطبعا كل واحد يحوس يفوز بالمباراة. والمهم أنا إن شاء الله تكون في روح رياضية مثل ما أكدت مع اللاعبين تاعي، واظن الخصم نفس الشيء. طيب الشيخ، من حيث الخطه اللي راح ينتهجها اليوم فريق اتحاد العاصمه ميدانيا، نقدروا نطفلوا عليك شويه؟ ميدانيا ما نفس الخطه اللي نلعب بها في بلوغين، الا وهي غير قول هجوميه، وطبعا يعني حسب الخصم، اذا الخصم كان متردد احنا نهجمه، اذا الخصم كان صعيب لازم نكونوا على استعداد. المباراه تكون مفتوحه وتجرى نظن في 90 دقيقة، ما تكونش مرحلة فراغ فيها. شكرا. وهذا ما اتمناه يا جمال، ان الروح الرياضية هي اللي تسود اليوم في هذا الدربي العاصمي المرتقب. الروح الرياضية هي اللي تكون سيدة الموقف مهما كان الفوز، سواء لاتحاد العاصمة او لمولودية الجزائر. في الاخير كرة القدم الجزائرية هي اللي رايحة تفوز، وأنه هذا الجمهور الغفير اللي موجود هنا بملعب 5 جويلية يروح فرحان لمردود أحسن مما شاهدناه في الأسابيع الأخيرة من الجانبين، نظرا لسمعة الفريقين ولإمكانيات عناصر كل فريق في هذه المواجهة اللي رايحة تنطلق بعد لحظات بثلاثي تحكيم لاكارن بن خالد بن فكرون. نذكر فقط بتشكيلة الفريقين لحظات فقط قبل انطلاق هذه المواجهة. بالنسبة لاتحاد العاصمة، مزاير، حمدود، جحدين، حمداني، دغماني، مفتاح، حاج عدلان، زيري، بلال، معوش، غازي، عميرات، في كرسي الاحتياط قالوا العشي وعباشا،
بازوز، ياسف ويشاوي، والحارس الثاني صلاح الدين يدرب الفريق. نور الدين السعدي بالنسبه لمولوديه الجزائر يلعب بعبد النوري سلاطني بالزرقاء، بوعصيده العزيزي سلمون، ضوب بن علي وحيد لونيسي قائد الفريق، وقاسي سعيد كرسي الاحتياط، بن حملات بوراس فكيد، العربي بو عمران، واقنوني مسويس، والحارس الثاني للزوم يدرب الفريق البلجيكي رونكا. وتنطلق المباراه والكره لحمدوده وحمداني، ترجع الكره لحاج عدلان يقصها العزيزي، وتزيري بلاد في وسط الميدان لعاد بقوه هو في هذه في المباراه الثلاث الاخيره. غازي، غازي من وسط الميدان يتركها لمفتاح اللي كان غايب في اللقاء الاخير امام مولوديه قسنطينه بسبب عقوبه. تتقص من سلمون ويبعد الخطر العزيزي قائد الدفاع اليوم، دفاع مولوديه الجزائر يسعى من هذه المواجهة الظفر بثلاث نقاط. الانهزام غير وارد بالنسبة لمولودية الجزائر اليوم ليبحث عن أول انتصار له في هذا الموسم. حمدود يجد غازي من هناك، يا رب غازي وصل كورتو، لكن بعيد حاج عدلان ويدخل سلاطني مراد، دخل سلاطني مراد، كان الحكم المساعد أشار إلى تسلل الأول في هذه المباراة. دقيقة من انطلاقتها، الكل يرتقب طبعا سواء الجمهور الموجود هنا بملعب 5 جويلية أو من يتابع على قناتنا هذا النقل المباشر يرتقب تسجيل الأهداف وانطلاقة من شيخ بن زرقة. شيخ بن زرقة كعدته يعاد يساعد كثير خط الهجوم هو وصلتني مراد على الجهة اليمنى، بن علي، بن علي ناحية قاسي سعيد، يجي لي حمداني، يجي لي حمداني، الحكم يقول تماس لفائدة اتحاد العاصمة، تدخل في مستوى الروح الرياضية لحمداني على قاسي سعيد لعب الكرة. حمدود إعادة للميدان لغازي، غازي يحاول يجيد جحنين، تتقص الكرة ومخالفة على بن علي، يقول على لونيسي قائد الفريق لشيخ بن زرقاء، راح يوزع كورته شيخ بن زرقاء، يدخل حمدود وإلى الكرة ترجع لغازي، ما يتمكنش منها، تروح مباشرة لبن علي، دائما مراقب من جحنين أو معوش لاعب شاب في صفوف اتحاد العاصمة اللي من مباراة المباراة يبرز عن إمكانياته. ومن هناك جحنين قصها مباشرة للتماس، غياب زخدود في دفاع اتحاد العاصمة المصاب، كذلك راحم المهاجم، وسهلة بالنسبة لمزاير. التسويبة هذه من سلاطني، أميرات، مفتاح، مفتاح يبحث على حاج عدلان، متسلل، متسلل حاج عدلان، وحيد، شيخ بن زرقاء، صعبة، صعبة المباراة بالنسبة للفريقين. شيخ بن زرقاء دائما أمام غازي، شيخ بن زرقاء مع وحيد، وحيد يراوغ، زيد يراوغ وحيد في وسط الميدان، يوصلها لبن علي، بن علي لسلاطني مراد، يرجع سلاطني بدوره لبن علي، يراوغ بن علي، يبقى محتفظ بالكرة، يدخل بن علي، راح يحاول يوزع لكن تدخل دغماني، تدخل دغماني يقص الكرة مباشرة للتماس. بداية قوية لمولودية الجزائر، يحاول منذ الوهلة الأولى الاندفاع نحو الهجوم، ضوب، وهي الكرة، وهي الكرة من ضوب فضيل، أول تسويبة قوية من ضوب فضيل لكن خارجة على إطار مرمى زاير. مولودية الجزائر يحاول منذ الوهلة الأولى الضغط على دفاع اتحاد العاصمة ونقل الخطر إلى مرمى زاير.
حتى يجد الوسيلة لاختراق دفاع اتحاد العاصمة. خمس دقائق من انطلاق المباراة الشوط الأول. لونيسي ما يتمكنش من تمرير الكرة لبن علي، ترجع لغازيد، زيري بلال، يصعد زيري بلال ويقول الحكم. ماذا يقرر الحكم السيد لاكارن؟ مخالفة لفائدة اتحاد العاصمة بالتصوير البطيء لتزيري بلال واتحاد العاصمة. أول كرة ثابتة لتزيري بلال. شيخ بن زرقاء وقاسي سعيد في مواجهة هذه كرة صويبة ويخرج الكرة، يخرج الكرة وحيد للركنية. كانت سهلة للحارس عبد النوري. عميرات في تنفيذ الركنية الأولى في المقابلة. وبن علي ناحية لونيسي، تبادل كروي بينه وبين قاسي سعيد ليغير الوضعية، بينه وبين ضوب يرجع للجهة اليسرى ويتنقل قاسي سعيد على الجهة اليمنى. عميرات ناحية جحنين، يراوغ جحنين ناحية عميرات، ترجع له الكرة، يحاول يراوغ سلاطني مراد، توصل الكرة لجحنين يوزع، لكن الدفاع يتدخل عن طريق بوعصيدة يبعد الكرة، ترجع لي زيري بلال اللي خرج التماس حتى تقدم الإسعافات الأولى لمفتاح. السقط على أرضية الميدان. بالتصوير البطيء والتدخل على مفتاح من طارف العزيزي. نلعب الدقيقة السابعة من الشوط الأول لهذه المباراة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة. النتيجة على حالها 0-0. والأنصار سواء أنصار اتحاد العاصمة أو مولودية الجزائر يرتقبون الأهداف في هذه المباراة والمردود الجيد. مفتاح مع أو جحنين مع ضوب يخرجها لتماس يستفيد منه اتحاد العاصمة. تتقص له عميرات، يراوغ عميرات أمامه العزيزي، يحاول يزيد يراوغ لكن يخرجها العزيزي. مراقبة لصيقة. مفتاح تعود له الكرة، مفتاح عميرات يدخل لكن سلمون يخلي الكرة تخرج ست أمتار لحارسه عبد النوري. غياب عزيزان في صفوف مولودية الجزائر المصاب. ما عدا ذلك التشكيلة كاملة فوق أرضية الميدان. سلمون العزيزي، العزيزي وزع كرته ناحية الضوب لكن دغماني في المراقبة للتماس. جحنين ناحية مفتاح، ترجع له لجحنين بدوري لمفتاح في وسط الميدان. غازي تزيري يطلب بالكرة، توصلوا أمام الشيخ بن زرقاء. كل لاعب يلعب، يدخل عزيزي، ترجع لماشو، ماشو تزيري بلال، يراوغ تزيري بلال، ما يقول الحكم حتى شيء، يترك أفضلية اللعيب. ومليحة من بوعصيدة للحارس عبد النوري. سلمون بوعصيدة، يراوغ بوعصيدة يخرج الكرة من منطقته،
من هناك ضوب دائما وراه دغماني، ضوب يحاول المراوغه ليسلطني مراد ويجي ليه حمداني في اللحظات الاخيره يخرجها للتماس قائد فريق اتحاد العاصمه منذ عودته قاسي سعيد. ما يمرش امام حمداني، يبعد الكره مباشره لبوعصيده لحارس عبد النوري. شوف صعوبة المهمة بالنسبة للفريقين لإيصال الكرة وإيجاد السبل لمباغتة دفاع الخصم. طبعا بدون شك راح نشوف مستوى آخر مع مواصلة فترات اللعب دائما الربع ساعة أو العشرين دقيقة الأولى في مباريات من هذا في مثل هذا النوع الديربي تكون هكذا. عميرات والعزيزي للتماس، جحنين ناحية زيري بلال، دفع على زيري بلال من طرف وحيد أمام انظار الحكم سيد لاكارن الذي يدير هذه المباراة المحلية. زيري بلال يحاول يجد من هناك، يدخل يمرر الكرة لكن خارجة. يقول مساعد الحكم خرجت قبل ما يوزع كرته جحنين. رؤية جيدة من زيري بلال. جحنين اخر ملمس الكرة. مباراة مفتوحة لحد الان، ما فيش فريق يهاجم والاخر يدافع، الفريقين يحاولوا يهاجموا حتى ما يخليوش الضغط على الدفاع. زيري بلال يقصها لشيخ بن زرقاء ما توصلوش وتخرج تماس لحمدود. غازي ينطلق، غازي من وسط الميدان يوصلها لمفتاح يرجع له كرة. عميرات لكن سلطني قصها لضوب، يستغلها ضوب الكرة يصعد قاسي سعيد يطلب الكرة يراوغ من هناك ما يوصلوش الكرة للونيسي. النية كانت طيبة من ضوب اللي حاول يوصل الكرة للونيسي لكن ما وصلتش للونيسي ومخالفة أو تماس يقول لاكار لجحنين. عميرات يترك مبدأ أفضلية اللعب سيد لاكار العزيزي في وسط الميدان، دفاع متقدم مولودية الجزائر ومخالفة يقول سيد الحكم لفائدة زيري بلال واتحاد العاصمة. نقترب من الربع ساعة الأول والنتيجة 0-0. زيري مفتاح، زيري مخالفة على زيري. بالتصوير البطيء عرقلة متعمدة من الخلف على تزيري بلال. وإنذار أول للعزيزي. إنذار أول في المباراة للعزيزي يوجهه له الحكم سيد لاكار بعد العرقلة من الخلف على تزيري بلال. أول إنذار إذن في المباراة للعزيزي. معوش يوصلها لجحنين أمام ضوب وتماس يقول الحكم لفائدة مولودية الجزائر وصلتني مراد مع لونيسي. صلتني مراد يحاول يوصل الكرة لقاسي سعيد لكن دائما وجود حمداني يخرج الكرة للتماس.
سلطني العزيزي يقصها له، لكن الحكم يدخل يقول مخالفة على العزيزي على لونيسي. سلطني في تنفيذ الكرة ثابتة. ربع ساعة تمر على الشوط الأول. سلطني وزع كورتو مليحة لكن بعيدة، بعيدة على الشيخ بن زرقة، على ضوب وعلى العزيزي اللي صعد طول قامته تسمح له باقتناص الكرات العالية لكن طويلة كثير من مراد سلطني. فوق نتمنى انه التصرفات هذه تبقى في هذا الحد. انذار شفهي طبعا للاعبين شيخ بن زرقة وغازي حتى يهدأ اللعب، يهدأ من نرفزة اللاعبين الحكم سيد لاكار، لكن تبقى دائما في اطار روح الرياضية. ضغط كبير على اللاعبين في هذه المواجهات المحلية. شباب الوزداد هدف لهدف. سلمون طويلة لكن خارجة، ما كان حتى واحد، ومباشرة لست أمتار ولمزاير لاعب شبيبة القبائل سابقا سلمون. حذاري مزاير من تضييع الوقت. العزيزي يتفوق امام اميرات، ترجع لغازي، غازي يحاول يجد رفيق متحرر، كل لاعب يراقب لاعب اخر مراقبه لاصقه. وتزيري بلال ويعاد للميدان. اميرات يغير هو كذلك الوضعيه، يتنقل من جهه اليمنى لليسرى بينه وبين حاج عدلان. سلمون يخرج الكرة ناحية قاسي سعيد، مليحة للونيسي، ترجع له لقاسي سعيد، ينطلق قاسي سعيد أمام محمدوغ، قاسي سعيد يوزع كرته مرفوعة، مرفوعة على إطار مرمى مزاير. كان بوسعه يزيد قاسي سعيد لكن فضل التوزيع لضوب، لكن كرته مرفوعة. الحماس يزداد في المدرجات سواء من انصار بلدية الجزائر او اتحاد العاصمة، والكل يرتقب طبعا الاهداف اللي رايحة تخلي المباراة اكثر اثارة. ينطلق حاج عدلان لعميرات، يدخل سلطني مراد في التغطية، يخلي الكرة تخرج ست امتار. خطير حاج عدلان عن ما تكون عنده الكرة في منطقة 18 متر. قناص الاهداف لحد الان بالنسبه لاتحاد العاصمه. دغماني سلطني مراد، ما يتفوقش عميرات وتماس. سلمون خرج كورتو، بن علي ينطلق، بن علي ينطلق، بن علي ضوب يطلب الكرة، توصل لقاسي سعيد، يدخل منطقة العمليات لكن دغماني. دغماني يعود في اللحظات الأخيرة بسرعة، يخرج الكرة هذه للركنية، تصطدم بدغماني، كانت رايحة مباشرة لضوب. التوزيعة من قاسي سعيد والركنية الأولى لمولودية الجزائر.
لونيزي في تنفيذ مرفوعه، ما كان حتى واحد، ما كان حتى واحد، وسهله بالنسبه لتزيري، ما تخرجش. تزيري ينطلق، عميرات من هناك يطب الكره، توصل لحاج عدلان، حاج عدلان يحاول يوصل لعميرات، لكن وجود سلمون يخرج الكره لتماس. حاج عدلان ما توصلش لمعاشو، يقصها بالعلي ليعود لمساعدة الدفاع. معوش، حمدود، حمدود ويدخل سلمون أمام حاج عدلان، عود الكرة لمفتاح، أخذ ورد في الأخير العزيزي، زيري بنزرقة يقصها. وحيد سلمون مباشرة لسلطني مراد يهدأ اللعب أمام جحنين، يوصلها، يوصلها للعزيزي، خرج الكرة للونيسي، رجح لونيسي لوحيد بن علي، بن علي لضوب من هناك، يجي له دغماني، يتفوق دغماني وحمداني، رجل متقدم من حمداني، الحكم يقول مخالفة، وكأنه قرار السيد لاكارن أعجب به، ضوب. تقديم الرجل فعلا من حمداني أمام لونيسي، الكرة الثابتة الثانية في هذه الوضعية أمام الكرة، شيخ بن زرقا ولونيسي، معروف لونيسي بتنفيذ الكرات الثابتة وكذلك القوة في التصويب لشيخ بن زرقا. لونيسي خطرك لبن زرقا قوية لكن خارجة، خارجة على القائم الأيسر محمد لمرمى عبد النوري. نعم جمال، معي مجيد الدين المدرب المساعد لمولود الجزائر. بعد مرور 20 دقيقة، واش هي الملاحظة الأولية اللي سجلتها؟ السلام عليكم، أنا معاونين نديروا اللعب، نورغانيزيو وحدينا على كل حال فوق الملعب، ومازال نضرب اللاعبين تاعنا مازالهم على الآثار، أن بو ترو بريسيبيتي، نضل إن شاء الله هنا. إن شاء الله هذه زدها أول. ان شاء الله راح نشوف مباراة فترات احسن من هذه مع مواصلة اللعب بالدقيقة 23 من الشوط الاول. النتيجة دائما 0-0 ومفتاح من وسط الميدان يوصلها العميرات. جحنين، جحنين امام العزيزي، وصلها العميرات، يحاول يجد حاج عدلان لكن تدخل موفق لبوعصيدة يبعد الكرة، يقصها معوش العزيزي وشيخ بن زرقا. وحيد، قاسي سعيد يقصها له حمدود، محمد، محمد، محمد. تفضل جمال. معي نور الدين سعدي اللي راح نشوف رايه من اجل تقديم تحليل بسيط بعد مرور 23 دقيقة من الشوط الأول. صراحة واحد ما يفتخرش بالأداء اللي راهم يأدوه اللاعبين، نورمالمون نعطوا أحسن وجه لكل الجمهور هذا وكل متفرجين في التلفازة، ولكن للأسف كرة القدم الجزائرية راهي نظن في الديربي كيما هذا مازال ما عطاش يعني طبع مليح، يعني يدل أن الكرة نتاعنا مازالت يعني مريضة ولا منخفض، المستوى منخفض، انما ان شاء الله يجري الروح في روح رياضية مثل ما راكم تشوفوا، ولكن لحد الان انا نظن الريتم راه عشوائي من طرفين، ما فيش يعني حاجات يعني اللي يستمتع بها الفني ولا المتفرج. شكرا سي سعدي. وهذا طبع المباريات المحلية يا جمال، دائما تكون في مثل هذا المستوى، كل فريق متخوف من الآخر، كل فريق متخوف من أن يتلقى في أي لحظة هدف مبكر، خاصة في العشرين أو ربع ساعة الأولى من المباراة. نتمنى فقط أن هذا المستوى
المردود راح يتحسن مع مواصلة فترات اللعب، راح ربما نشوفوا لعب مفتوح أكثر من الجانبين. مخالفة في التنفيذ واحد بعد مرور 25 دقيقة من الشوط الأول. وحيد لقاسي سعيد، قاسي سعيد يقص عميرات، ما يتمكنش منها قاسي سعيد لمفتاح حمدود. حمدود يوصلها لجحنين، جحنين حاج عدلان يطلب بالكرة، جحنين يحاول يوصل له لكن تدخل العزيزي، تدخل العزيزي ومخالفة يصفرها الحكم لاكار ضد العزيزي. بينما لونيسي على خط التماس تقدم له الإسعافات. طويلة يدخل دغماني، وحيد أخذ ورا الدغماني مرة أخرى، توصل الكرة لتزيري تتقص له ومخالفة، مخالفة بعد تدخل وحيد لقص الكرة هذه. حمداني في دبل تبادل الكره مع حمدود، مفتاح دغماني، تهدئه اللاعب وجلب عناصر مولوديه الجزائر وياخذ مكانه لونيسي. غازي وصلها لتزيري لكن تتقصله من بوعصيده. وحيد قاسي سعيد ضوب يوصلها لقاسي سعيد، ينطلق قاسي سعيد امام حمداني، قاسي سعيد قوية من قاسي سعيد، قوية من قاسي سعيد، وتدخل موفق لمزاير لتبع اتجاه الكرة في أول محاولة خطيرة وأول كرة ساخنة على دفاع اتحاد العاصمة. شوف التصوير البطيء والكرة هذه التصويبة القوية من قاسي سعيد من زاوية أخرى. شكرا يا بلعيد، قريب كانت مباشرة لشباك مزاير لولا التدخل تاعو الموفق لمزاير. الركنية يقوم بتنفيذها لونيسي بوعصيدة، حمدود يخرج الكرة. تسخن المباراة في هذه اللحظات، مولودية الجزائر في الهجوم واتحاد العاصمة في الدفاع. لونيسي مرة أخرى، لونيسي يتفوق على عميرات يخرجها، تماس تصطدم بلونيسي و لتزيري بلال واتحاد العاصمه. ينطلق حاج عدلان في هجوم مضاد لتزيري بلال، يدخل تزيري بلال ما في تسلل، تزيري بلال وجه لوجه وبواسطه يقصها، حاول يمرر الكره لحاج عدلان تزيري بلال لكن وجود العزيزي وكذلك بواسطه ما سهلوش المهمه. من هناك قاسي سعيد يوصلها لضوب، قاسي سعيد في تبادل كروي مع ضوب ودغماني، دغماني في المكان المناسب ينقض الموقف في خرج الكرة للتماس. إثارة في هذه اللحظات لفترات المباراة. قاسي سعيد مرة أخرى في المراقبة، دغماني دائما شيخ بن زرقاء يعاود يرجع الكرة للوراء لسلمون. وحيد بوعصيدة، طويلة من بوعصيدة لكن ما توصلش القاسي سعيد. ودغماني بهدوء لحمدود يخليها تخرج تماس. بن زرقاء لوحيد، سلمون، بوعصيدة نقترب من الدقيقة 30 من نصف ساعة الأول من هذا الشوط الأول. ينطلق سلطني مراد يخرج مزاير مباشرة للتماس. أخطر فرص لحد الآن من جانب مولودية الجزائر. ضوب
سلاطني، وزع سلاطني الكرة مليحة مباشرة لشيخ بن زركا، يفوت عليه الفرصة مزاير. مليحة من سلاطني هذا التوزيعة مباشرة كانت لراس الشيخ بن زركا لولا التدخل تاع مزاير بيده يفوت الفرصة على بن زركا. حاج عدلان لعميرات يتفوق عليه العزيزي طول قامته، وبنيته المورفولوجية تسمح له من التفوق على عميرات، وسلمون ينطلق من هناك. وصل الكرة للونيسي مصاب سلمون ومفتح يقصها هذه لعوش تقص له، ترجع لسلاطني مراد، طوب منير ينتعش خط هجوم مولودية الجزائر، طوب ويا لكن صاير دائما في المكان المناسب ينقطع الكرة. قلت انتعاش في هذه اللحظات لخط هجوم مولودية الجزائر اللي يحاول الضغط على دفاع اتحاد العاصمة. بوعصيدة في ينقذ هذه الكرة اللي كانت مباشرة لحاج عدلان. روف حاج عدلان عندما يتلقى كرات مثل هذه في خط 18 متر معوش يخرجها للتماس لفائدة سلاطني مراد ومولودية الجزائر. 31 دقيقة تمر على الشوط الأول والنتيجة 0-0 في مباراة صعبة وصعبة للفريقين. هدف كل واحد يسعى إلى تحقيقه اليوم، مولودية الجزائر الفوز وتسجيل أول انتصار له في البطولة، واتحاد العاصمة تأكيد الرجوع لدخول تحنين تنقص له الكرة مباشرة لضوب مراقب من حمداني. خرج الكرة وبوعصيدة سقط على الأرض. بوعصيدة سقط على الأرض، معوش يدخل وحيد. شيخ بن زركا يبعد الكرة. حمدود ما فيش توقيف اللعب. شيخ سلاطني مراد يدخل. لونيسي بن زركا خرج الكرة للتماس. احسن ما فعل شيخ بن زركا حتى تقدم الاسعافات لزميله بوعصيده المدافع بعد اصطدام بينه وبين احد مهاجمي اتحاد العاصمه. اتمنى يقوم بسلام بوعصيده. 32 دقيقه تمر على الشوط الاول والنتيجه دائما 0-0 في مباراه صعبه وصعبه للغايه، خاصه على اعصاب اللاعبين اللي ربما ضغط كبير عليهم اليوم، سواء لاعبي اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر. المواجهات المحليه مثل هذه سواء دائما تكون تكتسي طابع خاص. يخرج على التماس بوعصيده حتى تقدم له الاسعافات، ولونيسي قائد الفريق اللي يلعب رغم الإصابة اللي تلقاها في هذا الشوط الأول. يعود للميدان الكرة وتزيري بلال يخرجها حتى يستفيد منها مولودية الجزائر في روح رياضية لحد الآن. سلمون طويلة من سلمون ناحية ضوب منير لكن يقصها. دغماني حاج عدلان معوش لطوب، يعود طوب من وراء سلاطني لونيسي من هناك لطوب. طوب يحاول يراوغ جحنين، يبقى محتفظ بالكرة. طوب ما فيش وسائل كثيرة، ما فيش مساحات شغرة. وحاج عدلان ينطلق وحده مع عميرات، يحاول يوصلها للتزيري لكن يدخل وحيد. توصل الكرة للونيسي، يرجع لوحيد لعزيزي. لعزيزي ناحية قاسي سعيد ودغماني. قول مسك على دغماني من طرف قاسي سعيد. يتبع كل كبيرة وصغيرة الحكم السيد لاكار في هذه المباراة، وبالضبط بعد مرور 35 دقيقة على الشوط الأول
وسلمون في اعاده للميدان وانتعاش في المدرجات. سلمون ناحيه صلاطني مراد دفع عليه من جحنين. رون كان مدرب مولودية العاصمة لم يجلس منذ انطلاق الشوط الأول، دائما في توجيهات للاعبيه. بن علي ناحية سلاطني مراد لكن يدخل جحنين يخرجها لتماس. سلاطني ناحية قاسي سعيد أمامه دغماني. سلاطني سعيد يتفوق لكن ست أمتار يقول مساعد الحكم. رونكا على الصورة. يحاول إيجاد الخطة المثلى لمواجهة اتحاد العاصمة اليوم في هذه المواجهة المحلية. غويلة من مزاير. وحيد. بوعصيدة يقوم معافى. توصل الكرة لتزيري بلال. زيري امامه وحيد يقصر الكره يتفوق عليه الشيخ بن زرقاء يرجع للوراء لبوعصيده يخرج كره بوعصيده احسن ما فعل ناحيه معوش. معوش مفتاح يرجع له الكره تبادل الكروي جميل لكن في الاخير بن زرقاء يقصها من رجل عميرات. وبن علي في هجوم مضاد ناحيه قاسي سعيد دغمني في المراقبه يقص له الكره ترجع لسلاطني مراد ينطلق لونيسي. لونيسي لضوب ما تلحقوش ضوب وخروج مزاير ينقض على الكرة مباشرة لحمدود يتركها لتزيري. خطأ من ضوب على تزيري. الصورة البطيئة تؤكد ذلك ومخالفة من تنفيذ حمداني لمفتاح. معوش. معوش كانت كرة تمر لكن كان متسلل الحاج عدلان. وصلتني مراد. في محاولة نقل الخطر لمنطقة اتحاد العاصمة لكن لحد الآن صعوبة كبيرة. قاسي سعيد يوزع كرة مليحة لكن سهلة بالنسبة لمزاير. كانت موجهة لضوب منير لكن وحده معزول ضوب في وسط ثلث مدافعين من اتحاد العاصمة. ومخالفة أخرى هذه المرة لفائدة مولودية الجزائر بعد تدخل مفتاح على لونيسي لرغم إصابته يواصل. العزيزي ووحيد. وحيد يتركها للعزيزي يرفع كورتو طوب يتفوق عليه جحنين او حمدود حتى غازي يصبح يساعد الدفاع. تبادل الوضعية بين وبين حمدود. حمدود يتنقل على الجهة اليسرى وغازي يصبح على الجهة اليمنى. ينطلق جحنين يوصلها لحاج عدلان أمام العزيزي ما يتفوقش حاج عدلان وينطلق من هناك بن علي. ينطلق بن علي في السلسلة من الروارة وغادي يوصلها لضوب. ضوب يوزع كرة ويتدخل معوش. يتدخل معوش في اللحظات الأخيرة يخرج هذه الكرة الساخنة بعد سلسلة من المراوغات لبن علي. مراد سلطني ناحية قاسي سعيد. قاسي سعيد يتدخل جحنين توصل للونيسي. يبقى الخطر في منطقة اتحاد العاصمة. سلطني مراد ويخرج الكرة دغماني مباشرة للتماس. من لحظات لأخرى يعاني اتحاد العاصمة دفاع اتحاد العاصمة أمام الحملات
ليكونها خط هجوم مولودية الجزائر طويلة وسهلة بالنسبة للمزاير. زيري بلال ما تلحقوش الكرة ومباشرة للتماس يقول الحكم سير لاكارن من تنفيذ بنزرقالي واحد. سلمون جحنين جحنين لمفتاح لكن تفوتوا الكرة تفوتوا الكرة عميرات مليحة من مفتاح لو استغلها عميرات هذه الكرة لتروح لسلمون يرجع كورتو الوسيلة الوحيدة لعبد النوري. عبد النوري ما يتمكنش من إبعاد الخطر وبنزرقة ضربة من قاسية مباشرة للتماس تباطأ نوعا ما عبد النوري حتى خلى حتى وصل عميرات. بلال زيري ناحية حمدود حمدود طويلة والعزيزي وحيد بنزرقة يوصل له الكرة تعود لبنزرقة شوف ما فيش مساحات كبيرة تخلي عناصر مولودة الجزائر تلعب كما تحب. وحيد مليحة من بنزرقة وحيد يخرج الكرة جميلة هذه هي التنسيق من مولودة الجزائر يا طلب لونيسي لكن تقص من ضوء عاد ترجع للونيسي في المراقبة نعوج يعود بن علي بن علي بنزرقة يخرجها مفتاح مفتاح يستفيد من رمي التماس بلال زيري ينطلق بلال زيري وما مسلمون يتفوق عليه ما تمكنش من المراوغة بلال زيري لحمدود شوف الآن نزول عناصر مولودية الجزائر ويخرجها مراد سلطلي مباشرة للركنية الثانية بالنسبة لاتحاد العاصمة بعد مرور 43 دقيقة من الشوط الأول في التنفيذ دائما عميرات ونزول دغماني وكذلك مفتاح لاعب للاعب مرفوعة يعاود يقول الحكم تعاد الركنية بعد ما يهدأ كل من ضوب ودغماني شوف المراقبة اللاصقة لاعب للاعب وعميرات في تنفيذ الركنية معاه غازي عميرات يرفع كورتو سوء تفاهم بينه وبين حاج عدلان وتروح مباشرة لجحنين تقديم الريج مع العزيزي يستفيد من مخالفة وبعزوز وكذلك عشيو يسخنوا في عضلتهم لربما أخذ مكانهم في تشكيلة اتحاد العاصمة بعزوز اللي راح ربما يتلاقى مع زملاء اللي كان يلعب معهم الموسم الماضي بنزرقة ونقترب من نهاية الشوط الأول النتيجة 0-0 بن علي محمد. نعم جمال ودقيقتين من الوقت البدل الضائع دقيقتان من الوقت الضائع معناه 3 دقائق تبقى من عمر الشوط الأول من هذا الدربي العاصمي النتيجة 0-0 وشيخ بنزرقة ويعاد للميدان بن علي بن علي في المراقبة فوق بن علي يدخل بن علي والدفاع مفتاح يخرج الكرة يخرج الكرة بطريقة جيدة غازي لعميرات يوصلها له المراقب من سلاطني يتفوق عليه ويخرجها تماس من حين لآخر دقيقتان وقت ضايع يحتسبهما الحكم سيد لاكارن في هذا الشوط الأول لينتهي في هذه اللحظات الوقت الرسمي 45 دقيقة تنتهي نلعب اللحظات الأخيرة الدقيقتين الضائعتين
من الشوط الاول. ومراد سلاطني في عدل الميدان. سلمون كورته تروح مباشره لمفتاح، يضيعها مفتاح للونيسي، تعود لسلاطني، يوزع الكره، يخرج لبواسطه بنزرقا شيخ، ينطلق بنزرقا مراقب من طرف غازي، لكن يتحصل على مخالفه. وبن علي وحيد، سوء تفاهم بينهما، تبقى الكره عند بن علي، محتفظ بالكره، يتمكن من تمريرها لبنزرقا، حذاري من تصويبات قويه لبنزرقا، يوصل للونيسي لكن يتفوق حمداني وخرج هذه الكره الساخنه لعزيزي، تبقى في اخذ ورد، والحكم دون شك راح يوجه انذار لمن؟ لوحيد. انذار لوحيد بعد على ما اظن تقديم الرجل يا جمال. وجهه ثنائيه بين الزيري ووحيد. ووحيد الانذار الثاني في المباراه، الاول كان للعزيزي والثاني لوحيد، حتى ربما الحكم هنا يهدأ من اعصاب توتر اعصاب اللاعبين، تبقى في حدود الروح الرياضيه. وينطلق جهنين ناحيه تعميرات، تعميرات يتفوق عليه ضوب منير ليعود لمساعده الدفاع. اللحظات الاخيره من الشوط الاول اللي ما شفناش فيه شيء كثير ما عدا بعض المحاولات لخط هجوم مولوديه الجزائر. اتمنى فقط انه الشوط الثاني يكون احسن من حيث المردود، من حيث الاثاره. وتزيري بلال هذه المره في تنفيذ الركنيه الثالثه، تزيري يرفعها مليحه ويتدخل بعصيده مباشره للركنيه هذه المره على الجهه المعاكسه. طول قامة مدافعي مولودية الجزائر تسمح لهم من اقتناص الكرات العالية. عميرات هذه المرة من الجهة هذه، عميرات يرفع كورتو ناحية مفتاح، وسهلة بالنسبة لعبد النوري، سهلة بالنسبة لعبد النوري يخرجها. وفي هذه الهاونة بالذات سيد لاكار يعلن عن نهاية الشوط الأول بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة بالتعادل 0-0. جمال اذا امكن ربما الاقتراب من احد اللاعبين او احد من مع محمد مع السيد سعد نور الدين اللي حاول يحلل لنا تحليل بسيط لوقائع الشوط الاول. يا راجل واش تحلل؟ انا قلت لك مباراه ماشي في محلها، فهمت ولا لا؟ انا نظن مازال ما قلعتش المباراه كما يقولوا، مازال ما انطلقتش الريتم. انا نظن اللاعبين مربوطين بالاسبريت ديربي. انا من هراني في الياس، ما نظن اول مباراه اللي ماهيش الريتم ماهوش. انا نظن هذا هو الاسبريت ديربي اللي راه مبلوكي الدعوه. يقولوا الشوط الثاني هو الشوط المدربين، ان شاء الله كل واحد يعطي توصيات باش نرفعوا شويه المستوى. شكرا. ان شاء الله هذا ما يتمناه الجميع، سواء من يتابع هذا النقل المباشر من 5 جويلية او الجمهور الغفير الحاضر هنا بملعب 5 جويلية. يبقى رأي تقني محض، وربما سنعيش شوط ثاني يا مراد.